الجزائر. تحية الشعب الجزائري وخاصة تحية الجالية الجزائرية. الجالية الجزائرية اللي في جويلية، الطقس جميل، الصيف، وبالرغم من ذلك ناس جات من ألمانيا، من فرنسا، من باريس، من مارسيليا، من هولندا، من إيطاليا. فحقيقة هذه الجالية هي اللي رها خلات ورها تخلي الشعلة تاع الحراك رها باقية. يا جماعة ما خاص واحد يقطع الياس، على بالنا من الأول باللي هذا النظام تجدر منذ 60 عام، والإقلاع ديالو تاع الجذور ديالو ماشي سهل. ولكن الجالية كما قال المتدخل من قبل، الجالية كانت في المواعيد التاريخية للتحولات العميقة اللي عرفتها الجزائر خاصة في بداية القرن الماضي. ما ننساوش أن مرة أخرى الموفمون ناسيونال اللي ني اون فرانس وتشعب وكان عنده فروع في بلجيكا وفي سويسرا وفي فرنسا. دونك يفو جامي جامي سوزيستيمي لي اكسيون كون اي ان تران دو فير اوجوردي. سي اكسيون لور فون تري تري مال. Et c'est pour ça que je voudrais vous remercier infiniment pour votre mobilisation. De pas s'arrêter. Et je suis sûr que notre mobilisation va aussi être un facteur pour remonter le moral des Algériens à l'intérieur, pour leur dire qu'on ne les oublie pas, pour leur dire « Manaj Habsin, Yajma, Manaj Habsin, hatta yasqut al-nidam » حتى تكون الجزائر دولة مدنية، حتى يرجع العسكر للسكنات. فتحية الجالية، تحية الجالية المتواجدة في أوروبا. وما تنساوش أن الجالية أيضا راها دايرة مسيرة في أوتاوا في كندا. فتحية أيضا الجالية تاع كندا وتاع أمريكا وفي كل مكان. الجزائر في قلوبنا. نعم رحنا في أوروبا ولكن أو في أمريكا أو في بلدان أخرى، ولكن الجزائر هنا. الجزائر هنا، نتنفس الجزائر. ولا نريد إلا شيء، لا نريد إلا شيء، أن تكون الجزائر ديمقراطية مزدهرة، تعطي الفرص للعمل. ماشي الشباب اللي عنده 19 عام روحي في بوطي. ألوغ الجزائر عندها كامل القدرات باش تولي بلد حقيقة، بلد قوي في المنطقة، أكانت إفريقيا أو في البحر المتوسط. عندها كامل الإمكانيات. والجالية غدا يكون عندها دور مركزي في بناء جزائر الغد. هذه ما ننساوهاش أيضا، لأن للأسف هذا النظام كسر كلش، كسر المدرسة، كسر الصحة، كسر الإدارة، كسر